مساء الخير عليكم واهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامج مش زي ما بيقولوا. هكون معاكم علا ابو السعدات ولمده ساعه من دلوقتي. يلا ابعتولي على الاس ام اس والتليفون على رقم 90900 وصفحتنا على الفيسبوك مش زي ما بيقولوا بالعربي. حاجات كتير قوي بنقولها وبنعملها كده بحكم العاده، زي مثلا الامثال الشعبيه. الامثال الشعبيه مهمه جدا في حياتنا لدرجه ان اي حد بيتعرض لأي موقف لازم يحط لك مثل شعبي كده في النص. يا ترى الأمثال الشعبية بتمثل لك إيه؟ يا ترى هي أمر مسلم بيه ولا وجهة نظر تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ؟ يا ترى بتأثر فعلا تأثير إيجابي ولا مش زي ما بيقولوا؟ الاس ام اس والتليفون على رقم 90900 وصفحتنا على الفيسبوك مش زي ما بيقولوا بالعربي. يلا نسمع أغنية لعلي الحجار مسألة مبدأ ونرجع على طول. كل الجروح ليها دواء يعطيني يا حبيب في الهوى، كل الجروح ليها دواء يعطيني يا حبيب في الهوى، تطوي الجناح على الجراح، تطوي الجناح على الجراح والحب، ويلا نطير سوا. ومكملين معاكم الاس ام اس ورقم التليفون على رقم 90900 وصفحتنا على الفيسبوك مش زي ما بيقولوا بالعربي. لو انت كده نفسك في حاجه غاليه شويه ومش معاك الامكانيات بتاعتك وبتحلم كده بصوت عالي وتقول انا نفسي في شقه كذا او عربيه كذا، هتلاقي دايما كده صوت جايلك من الجنب ويقول لك يا عم على قد لحافك مد رجليك، على قد لحافك مد رجليك، انا ما قلتش حاجه، انا بس بحلم. لا 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 لا، على قد لحافك مد رجليك. وهو ده المثل بتاع النهاردة، على قد لحافك مد رجليك. يا ترى هو المفروض الإنسان ما يحلمش ولا يتمنى علشان الإمكانيات مش قد كده، ولا المفروض إن الحلم والأمنية ده هو اللي هيخليه يبقى الدافع بتاعه إن هو يسعى إنه يطور نفسه؟ طيب ابعتولنا على الاس ام اس والتليفون وصفحتنا على الفيسبوك وقوللنا إيه أكتر مثل صح، على قد لحافك مد رجليك ولا على قد رجليك طول لحافك؟ هنخرج مع بعض فاصل نسمع أغنية لمحمد منير لو بطلنا نحلم نموت ونرجع على طول. لو بطلنا نحلم نموت، لو عانتنا نقدر نفوق، لو بطلنا نحلم نموت، لو عانتنا نقدر نفوق، لو عدينا مرة خلاص، لو ردينا ضاع الخلاص، حبة صبر حبة حماس، مكملين معاكم الاس ام اس والتليفون على رقم 90900 وصفحتنا على الفيسبوك مش زي ما بيقولوا بالعربي. قول لنا ايه المثل الصح اكتر، على قد لحافك مد رجليك ولا على قد رجليك طول لحافك؟ الحقيقه احنا جات لنا رسائل كتير جدا. محمود بعت رساله بيقول ان الرضا اهم حاجه، ازاي يكون معايا قرش وابص الحاجه بخمس قروش. يعني محمود موافق على مثل على قد لحافك مد رجليك. ما هو يا محمود مش ممكن يكون معاك مثلا قرش وتبص الحاجة بخمس قروش. يعني الإنسان بيعلى درجة درجة، هتحط هدف أعلى من الوضع اللي انت فيه وهتحاول تحققه، وبعدين تحقق الأعلى منه، وهكذا كل حاجة بتيجي بالتدريج. أميرة بتقول إنها دايما في حياتها بتعمل بمثل على قد رجليك طول لحافك لأنها طموحة جدا، وعايزة تسمع أغنية لسميرة سعيد. ربنا يوفقك يا أميرة. وهو ده اللي بنقول عليه، إن الإنسان لازم يحط أهداف في حياته ويحاول يحققها علشان دايماً يبقى فيه جديد في حياته ويطور نفسه. ده العادي وده المفروض اللي يحصل. وميرسي يا أميرة على الرسالة. أحلام شايفة إن مثل على قد لحافك مد رجليك مش سلبي ولا حاجة، وإنه إيجابي وملوش علاقة بالطموح. الحقيقة أحلام هي في ناس كتير جداً ربطة مثل على قد لحافك مد رجليك بالطموح، وما بتحاولش تجرب حاجة جديدة ولا تطور من نفسها خالص. لكن عموما ما دام انت شايفاه ان ملوش علاقة بالطموح فدي حاجة كويسة. التليفون والاس ام اس على رقم 90900 وصفحتنا على الفيسبوك مش زي ما بيقولوا بالعربي. نسمع الأغنية اللي جاية لسميرة سعيد ونرجع على طول.
خلصت حلقتنا النهاردة. كنا بنتكلم عن مثل على قد الحافة في مد رجليك وقد إيه إحنا مصدقين فيه. معادنا إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعة 12، هكون معاكم علا أبو السعدات وبرنامج مش زي ما بيقولوا على الراديو 90-90 هواها مصري. نخرج مع بعض نسمع الأغنية دي وأشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي. باي باي.